بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي تلفزيون الكويت، أحييكم وأجمل تحية معكم ومن مركز الشهيد فهد الأحمد ومن داخل صالة الاتحاد الكويتي لكرة اليد، ولقاء نادي التضامن ونادي خيطان ضمن دوري الدمج لكرة اليد للموسم الرياضي 2018، جولة الأسبوع الثامن لدوري كرة اليد، ولقاء مهم للطرفين. المنافسة على أشهدها للوصول إلى أحد المراكز الخمسة الكبار للعب على بطولة الدوري. يتصدر الدوري كاظمة ثم الكويت، السالمية، العربي، برقان، خمس أندية. أرجو أن لا أكون نسيت أحد. بداية اللقاء ونزول الطرفين وتحية. اللون الأحمر خيطان، اللون الأزرق التضامن. تشكيل نادي خيطان: صالح الجماز، عبد العزيز دشتي، سالم البلوشي، محمد الكندري، جاسم البرك، عبد الله الحمادي، موسى الجدي، يوسف البلوشي، فهد الهاجري، عبد الله البلوشي، احمد عبد القدوس، سعود العتيبي، وعبد الله شاولي. مدرب نادي خيطان: المدرب الوطني اسماعيل عبد القدوس. اما تشكيل نادي التضامن: سالم المذن، وليد البرك، يوسف عاشور، سعود راجح، حبيب عقيل، عبد العزيز ويسان، عبد الله محمد، القاضي فيصل، عزيز القطامي، صالح عبد الله، حسين ناصر، صالح عبد العزيز، علي جاسم، جاسم بودسور. يدرب نادي التضامن المدرب الوطني ماجد العليمي. يقود هذا اللقاء الحكام، حكام الملعب الحكم احمد الاحمد وفواز الخطيب. رمية البدالة واضح انها ستكون مع نادي التضامن. امامنا هاني ابول ومدو والملة، عبد الرحمن الملة، مراقب ومسجل وميقاتي هذا اللقاء. انطلق اللقاء، نتمنى أن نستمتع إن شاء الله بلقاء جميل يجمع الطرفين التضامن وخيطان بقيادة الحكمان فواز الخطيب وأحمد الأحمد. 6-0 يلعب خيطان مدافعا، وهجم للتضامن الذي يلعب بطريقة 3-3، وهدف أول، هدف أول للتضامن عن طريق اللاعب عبد الله محمد. شوف من أمام المدافعين، وهدف سريع صائع بمرمى الحارس البلوشي، عبد الله البلوشي. قيطان أحد الأندية التي لها تاريخ كبير في كرة اليد. لو رجعنا للتاريخ سنجد أن نادي خيطان فاز مرتين ببطولة الدوري، وفاز 4 مرات بكأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، إذن له بصمة بسجل إنجازات كرة اليد الكويتية. صالح الجماز، عبد العزيز دشتي، محاولة فردية من صالح الجماز، صانع الألعاب، كرة مع الهاجري فهد، تمرير جانبي، خط الخلفي مع الكرة، دشتي للهاجري وتصويب ورمية جزاء. رمية جزاء بمحاولة باللف والدوران من فهد الهاجري على الدائرة ليصطاد رمية جزاء بصافرة من فواز الخطيب. من اللي راح يصوب؟ عبد العزيز دشتي. عبد العزيز يصوب ويصطاد الهدف الأول لخيطان، والتعادل بمرمى الحارس جاسم بودستور حارس المرمى. هجمة عكسية إلى التضامن، عبد العزيز القطامي، تمرير جانبي إلى زميله يوسف عاشور، واخرى لعبد الله محمد، القطامي لعاشور، لعبد الله محمد. الكره تنتقل يمينا ويسارا مع الخط الخلفي، تمريره ذكيه للدائره ولكنها تطول، لو مسكها اللاعب عبد العزيز ويسار لكان في كلام اخر، لكنها طالت بدفع من الخلف. تمرير جانبي وهدف سريع، هدف سريع بمرمى خيطان عن طريق اللاعب سالم المذن. سالم المذن وهدف الثاني للتضامن.
هدف ثاني للتضامن. خيطان يهاجم نفس الطريقة الدفاعية والهجومية للطرفين، 3-3 بالهجوم و6-0 بالدفاع. صالح الجماز وتمريره، اوه صالح الجماز عامل انه سيمرر الحمادي، ارتقى من اعلى المدافعين وميلان خليف ميلان شوشو خفيف وتصويبه قويه سريعه تستقر بشباك الحارس جاسم بودستور، والهدف الثاني. اثنين 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 اثنين، هدفين للطرفين، هدفين للطرفين. الكرة مع التضامن هجوما، هجوم فردي ليوسف عاشور، تمرير إلى عبد العزيز القطامي لعاشور، يوسف القطامي لعاشور، كرة بين الاثنين ناحية اليمين، تصويبة سريعة وهدف جميل، هدف جميل ليوسف محمد، يوسف عاشور، وهدف من تحت المدافعين بكرة كرباجية جميلة. شوف تمريرة من القطامي عبد عزيز وتصويبة ذكية تستغر بشباك خيطان. إذا 3 تضامن، هدفين خيطان. احنا في الدقيقة الرابعة الشوط الأول. قبل هذا اللقاء كان هناك لقاء الكويت والجهراء، وكان لقاء من جانب واحد، سيطر الكويت طبعا بخبرته الكبيرة ونجومه على كل أحداث و دقائق المباراة، وفتح بفارق كبير عن منافسه الجهراء الذي يغل عنه بالخبرة. الكرة مع التضامن، التضامن يهاجم، التضامن يهاجم حرام عليك يا يوسف يا عاشور، حرام عليك، كرة صوبها بالمرمى، صوبها دايركت، خط سريع، خيطان يهاجم ويصوب، خيطان يهاجم ويصوب عن طريق موسى جدي، وهناك انذار ورمي الجزاء، انذار ورمي الجزاء، راح نشوف رمي الجزاء وانذار للاعب عبد العزيز ويسام. عبد العزيز دشتي صوب الكرة برمي الجزاء وتعادل لخيطان 3-3 3-3. حتى الآن 5 دقائق راح نخلص الدقيقة السادسة، مباراة متكافئة بين الطرفين. غير خيطان طريقته، أول خطوط الدفاعية اللاعب أحمد عبد القدوس، كرة سهلة جميلة كاد ممكن أن يصطادها، مررت إلى الجناح الأيمن، ولكن عبد الله البلوشي كانت له الكلمة. عبد الله البلوشي اللي أمامنا ابن الحارس الدولي الكبير والمخضرم وصاحب التاريخ الكبير عبد الله عبد الرزاق البلوشي، أحد الحراس الكبار على مستوى القارة والدول العربية والخليجية، وتاريخ كبير يحسب، أحد كبار كرة اليد الكويتية. نتمنى أن يكون نجلة عبد الله البلوشي لا أحسن من أبوه، أحسن من أبوه، لكن عبد الرزاق تاريخ. كرة جميلة خلفية من صالح الجماز إلى فهد الأنصاري، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. فهد الأنصاري للجماز، صالح، صالح لعبد العزيز دشتي للحمادي عبد الله، تقاطع وزيادة عددية على الدائرة بنزول جماز، الحمادي يصوب، الكرة تصطدم بالمدافعين ورمية جانبية إلى خطأ. كرة مع خيطان، فهد الهاجري لاعب الدائرة المنتقل من أمام للخلف ومن الخلف للأمام، الحمادي وإعاقة ورمية حرة لصالح خيطان، ورمية حرة على يوسف عاشور ورمية حرة لخيطان. الكرة مع الخط الخلفي، يا سلام يا سلام يا سلام يا صالح الجماد،
ثنائي راقي مع فهد الهاجري صاحب الرقم 55، راح تشوفه بالإعادة. شوف سلم لف يا حبيبي، سجل يا عزيزي، وسجل فهد الهاجري هدف جميل بمرمى خيطان ليتقدم، بمرمى خيطان، بمرمى التضامن لصالح خيطان ليتقدم خيطان 4-3، ويرد بسرعة، ويرد بسرعة عبد الله محمد بهدف التعادل، التعادل 4-4، مباراة متكافئة، خيطان يسجل والتضامن يرد، التضامن يسجل وخيطان يرد. أسماء كثيرة وكبيرة قدمت لنادي خيطان الكثير والكثير بتاريخ كرة اليد الكويتية. وقدم نادي خيطان الكثير من أسماء التي قدمت لكرة اليد الكثير عكسية للتضامن، التضامن يهاجم وتصويبه لسالم المذن، سالم المذن وهدف التضامن الخامس. شوف كرة جميلة، كرة جميلة، 5 تضامن 4 خيطان. هذا عبد الله البلوشي، رمي حرة خارج 9 متر إلى خيطان، حمادي لعزيز دشتي، حمادي، الحمادي يصوب والكرة في المرمى، هدف، هدف، كرة سريعة صدمت بالحارس وفي إنذار، في إنذار لوليد البرك، في إنذار لوليد البرك. شوف الكرة اصطدمت ودخلت بكامل استدارته، واحتساب هدف صحيح 100%. 5-5 في أول 10 دقائق. يقود تدريب نادي خيطان المدرب الوطني إسماعيل عبد القدوس، ويقود تدريب نادي التضامن المدرب الوطني ماجد العليمي. رمية حرة خارج 9 متر للتضامن، تمرير جانبي العزيز القطامي إلى زميلة، كرة جميلة رائعة ليوسف عاشور، كرة جميلة رائعة لعبد الله محمد، عبد الله محمد اللي طلع بالصورة رقم 6 مش عاشور، عبد الله بحشوف لوب، يا عيني عليك يا عيني، كرة لوب بمهارة فردية فات من المدافع، مدافع خيطان وعمل لوب، هذا اللاعب اللي أمامنا اللاعب عبد الله محمد، عبد الله محمد وهدف جميل، يتقدم على أثر التضامن بفارق هدف، تضامن 6-5. دشتي يصوب ويرد بسرعة يعود بالتعادل، عبد العزيز دشتي أحد أعمدة لاعبي خيطان وهداف الفريق، وهدف بمرمى الحارس جاسم بودستور، هدف 6 يتعادل على أثر خيطان أمام التضامن. شوف خيطان تقدم صالح الجماز 3-2-1، كرة معه يلا تمرير للدائرة تنخطف، خيطان يتقدم، الجدي يتقدم وهدف، هدف لموسى الجدي، كرة عكسية فاست بريك يستلمها، شوف الجدي ويرتقي ويصوب ويصطاد مرمى الحارس جاسم بودستور بالهدف 7. خيطان رجع تقدم، خيطان رجع تقدم، وتصويبه غير موفقة، فيها استعجال من عبد الله محمد لتعود هجمة لخيطان، كرة أخرى خطيرة الجدي وتعود للبرك، والبرك ورمية جزاء، رمية جزاء لخيطان، صوب الجدي موسى، رجعت من الغايم لتعود إلى جاسم البرك ليصوب، شوف إعاقة واضحة ورمية جزاء مستحقة، مستحقة، عبد العزيز دشتي صوب وسجل،
صوب عبد العزيز دشتي وسجل من رمية جزاء الهدف الثامن ليتقدم خطال لأول مرة في الدقيقة 13-8-6 بفارق هدفين. فارق هدفين. تمرير جانبي 3-3 ما زال يلعب تضامن هجوميا. تصويب وهدف، تصويب وهدف جميل، هدف جميل إلى عبد العزيز القطامي بمرمى خيطان الفارق 6. ثمانية خيطان، 7-7 تضامن. الكرة مع خيطان، تصويب ومجهود فردي للأخطر، للأخطر. دقيقتين إيقاف للاعب يوسف عاشور، وهدف جميل، هدف جميل لعبد العزيز دشتي بمهارة فردية يمر من الدفاع بعد تضامن ويسجل هدف. تسعة خيطان، 7 تضامن. تسعة خيطان، 7 تضامن. رمي حرة للتضامن، رمي حرة للتضامن. الكرة معه، التضامن، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر للتضامن. تناصفنا الشوط الأول 15 دقيقة 15. 9 خيطان، التضامن 7، والآن تضامن 8. التضامن 8 بهدف جميل عن طريق اللاعب عبد العزيز القطامي. شوف صوب كرة سريعة مفاجئة لدفاع خيطان. 9-8 مثل ما قلت لك المباراة متكافية بين الطرفين خيطان والتضامن بقيادة المدربان الوطنيان ماجد العليمي التضامن وإسماعيل عبد القدوس خيطان. كرة مع الجيماز، صالح الجيماز، لمين يا صالح؟ حلوة، عيني عليك يا عيني. صالح يمرر إلى موسى الجدي ليرتقي بصورة جميلة ويقف أقل من الثاني، شوف، ثم يصوب والكرة بالمرمى، بمرمى بودستور. 10 خيطان 8 التضامن، 10 خيطان 8 التضامن. أجمل التضامن الآن القطامي، تمرير إلى عاشور لعبد العزيز القطامي، يوسف عاشور للقطامي، وهدف، وهدف للقطامي، تألق بهدفين عبد العزيز القطامي. 10-9 قطان متقدم بفارق هدف. شوف كرة، كرة شو لفها دفعها، يعني لعبها لعبة كأنه يدفع الجلة، قذف الجلة، هدف الجلة، وهدف جميل، هدف جميل. كرة جميلة للحمادي، عبد الله الحمادي بنفس اللعبة لكن من فوق المدافعين، الدفاعات مفتوحة، الخطوط سالكة والتذاكر موجودة بالتسجيل من كل مكان. كرة تنقطع، خيطان يهاجم عبد القدوس وتصويبه من زميله سالم البلوشي تعود بصدم من بودستور الحارس، وهناك في دقيقتين، فواز الخطيب
يقول حق جاسم البرك: انت صديت الكره بتحرك قدمك، وهذا شوفه 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 ممنوع دقيقتان، قرار صحيح. لو ضربت الكره قدمك بدون ما تفتح الكره عادي، لكن انت فتحت متعمد لقطع الكره، هناك دقيقتين وضاع التضامن فرصه لا تضيع، وضاع التضامن بالنقص العددي لخيطان فرصه لم يستقلها لتبدا هجمه الى خيطان. اكثر انديه استحواذا على بطوله الدوري اعزائي المشاهدين: نادي السالميه 11 مره، يلي العربي 10 مرات، ثم الكويت الكويت 8 مرات، كاظمه 6 مرات، القادسيه 5 مرات، صبيخات 5 مرات، لبحيحيل 4 مرات، خيطان مرتين. هذه الانديه اللي فازت ببطوله الدوري من عام 66 حتى عامنا الموسم الماضي. عكسيه التضامن، وين التضامن؟ التضامن بالمرمى، التضامن بالمرمى بالكرة تنخطب وتمرر إلى اللاعب سالم المذل ليضعها بهجوم عكسي فريق. شوف مرتدة يوسف عاشور يمرر له وينفرد ويصوب من فوق الحارس البلوشي ويسجل الهدف العاشر. 11 خيطان 10 تضامن، دقيقة 18 راح نخلص دقيقة 19 والمباراة فوق المتوسط. كرة مع موسى الجدي، الجدي إلى الحمادي عبد الله، إعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر. الجيماز يصوب كرة سهلة وكرة عكسية، المدن خطيرة خطيرة خطيرة، حلوة حلوة. الحارس جاسم بودسور يمرر كرة يعني مرسومة بالمسطرة إلى زميله سالم المد اللي يضعها المدن بتصويبة قوية مركزة وهدف التعادل 11-11. إذا نقص عددي بصفوف خيطان استقل التضامن بتسجيل هدفين هدفين. اكتمل خيطان الآن، اكتمل كرة مع الجماد، كرة جميلة وتصويبة بدستور يصد، دستور يتألق، عكسية لخيطان، أربع خطوات على موسى الجدي، أربع خطوات تحتسب على موسى الجدي، وتبدأ هجمة للتضامن خطيرة وتضيع كرة سهلة من التضامن، سهلة من التضامن بدبل دريبل، تحسب خطأ، تحسب خطأ على صالح الجماز. يقولوا إن فيها دبل دريبل لعبها صالح الجماز، وتصويب وتسجيل التضامن هدف، تسجيل التضامن هدف. شوف وليد البرك وهدف من الكرة الماضية، يقول صالح الجماز ما عملت فيها حاجة، مش دبل، الحكم شايفه دبل دربل، قرار الحكم خلاص نفذ. تقدم الآن التضامن، تقدم التضامن 12-11 على خيطان. صالح الجماز يصوب، هناك إعاقة ورمي حرة لخيطان، الجماز مرة أخرى إلى الحمادي، الحمادي وهدف، عبد الله الحمادي بتمريرة جانبية من الجماز وهدف. التضامن يهاجم الآن وتهدئة من وليد البرك لنزول اللاعب عبد الله محمد وعبد العزيز القطامي. سلامات البرك، صار فيه إصابة أثناء الدفاع. خيطان يلعب بطريقة 3-2-1 دفاعية متقدمة، والتضامن 3-3. تمريرة أي كلام أي حاجة من يوسف عاشور إلى زميله يعني ما كان منتبه لها، وتمريرة مو موفقة الحقيقة لزميله اللاعب يوسف سعود راجح. خرجت رمية جانبية إلى خيطان، 12-12 خيطان يهاجم الآن. هل يتقدم خيطان؟ خبرة خيطان أكثر بالنسبة للاعبين، خبرة خيطان أكثر، لديه صالح الجماز، فهد الهاجري، عزيز دشتي. كرة جميلة وتصويبة ورامية مر عكسية،
الكرة مع التضامن، تهدية من لاعب التضامن. علي جاسم محمد خرج ونزل عبد العزيز القطامي 12-12، لم يستطيع أن يتقدم خطام بالهجمة الماضية، وعادت الكرة بهجمة إلى التضامن. عبد الله محمد تصويب وإعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. يقود هذا اللقاء الحكام أحمد الأحمد وزميله فواز الخطيب. كرة ما زالت باستحواذ التضامن. عاشور يصوب وإعاقة أخرى ورمية حرة خارج 9 متر ليوسف عاشور. استمر اللعب. القطامي صانع الألعاب يصوب ورمية حرة أخرى إلى التضامن باعتبار الكرة لمست البرك. جاسم من داخل 6 متر. القطامي محاولة تصويب إعاقة وفي انذار لفهد الهاجري، انذار لفهد الهاجري بدفاع قوي. أوبا، يعني خلوا بالكم على بعض، خلوا بالكم على بعض. لا يا فهد، يا فهد، لا يا فهد، لا. يعني هذه اللعبة لا تخرج من فهد الهاجي الخلوق. شوف الكرة احتسبت لعبة قوية عليك، دقيقتين خلاص انت صفر الحكم لك دقيقتين. هذه اللعبة مرفوضة، مرفوضة منك يا فهد. أنت لاعب منتخب، لاعب كبير. أعطي فهد الهاجي الكرت الأحمر وخرج. تشد الأعصاب وتشد يا فهد، وأنا أعرف فهد لما كان معانا في المنتخب من اللاعبين الخلوقين والخلوقين جدا. فلتت الأعصاب بقرار من الحكم، وجد الحكم أنه دقيقتين يا فهد وراح تكمل مباراة. شوف هذه اللعبة القوية الأولى اللي أخذ فيها انذار، واللعبة الثانية عادية، اللعبة عادية أخذ انذار وعيدت اللعبة مرة ثانية نفس اللاعب، فيها قوة وجد الحكم خلاص شات الكرة بقدمه. خلاص لا نتحدث كثيرا عن هذا الموضوع لأنه خلاص أخذ الكرت الأحمر فهد الهاجري. طبعا فهد لازم يقادر الملعب، سيقادر، لكني على اعتب على يعني ابني فهد الهاجري، اعتب عليه. شوف ضحك نيهم زعلان، حاول التهدئة. لم يكن لها داعي اللعبة الماضية. نعود للمباراة ورمية حرة لخيطان. وتبدأ هجمة إلى خيطان، يعني ياس صالح الجماز. ذكرت لكم قبل شوي أن هناك لاعبين خبرة، صالح الجماز، عبد العزيز زشتي. الخبرة هني لها دورها، فهد الهاجري. هذه الأسماء تعرف كيف تتعامل مع كل الأوضاع،
كل الظروف. هذا صالح الجيماز أحد اللاعبين المتميزين، من أفضل صانع الألعاب بكرة اليد الكويتية. رامي الجزاء لخيطان عبد العزيز دشتي، يصوب وينجح بودستور، وينجح بودستور حارس المرمى جاسم بودستور في التصدي لها، وتبدأ هجمة إلى خيطان. 12-12 المباراة، 12-12 التعادل عادل، في إيقاف عند التضامن وإيقاف عند خيطان، طرفين ناقصين لاعب. كرة مع الجيماس صالح، وعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر، تمريرة غير موفقة، تعود برمية جانبية إلى التضامن. التضامن يهاجم، خطيرة وهدف، خطيرة وهدف للراعي يوسف محمود عاشور، ينفرد بالمرمى ويتقدم التضامن 13-12. هاي صدت الحارس جاسم بودستور. احنا في الدقيقة 26، تبقي 4 دقائق. كرة مع خيطان الجدي لدشتي لأحمد عبد القدوس للجدي، إعاقة ورمي حرة. بالمناسبة أحمد عبد القدوس رقم 18 اللي أمامنا واللي راح يستلم الكرة الآن، مش الآن، اللي معاه الكرة، لا لا ما حولها، لا، كرة مع الجدي ضاعت. إعاقة ورمي حرة أخرى لخيطان، يطلب مدرب خيطان كابتن اسماعيل عبد القدوس تايم اوت ليتحدث مع لعيبته، ليتحدث مع لعيبته في الدقيقة 26 على اخر ثواني الدقيقة 27، وفرصة للكابتن ماجد العليمي مدرب التضامن الحديث مع لعيبته. مباراة متكافئة، هذا اسماعيل عبد القدوس لاعب خيطان سابقا والمنتخب الوطني، واحد نجوم اللعب الحقيقة، والمدرب الحالي لنادي خيطان. وتوجيهات للعيبته، أعتقد كان محتاج هذا الوقت لإغافة لتوجيه لعيبته لإدراك بعض الأخطاء، وفرصة للكابتن العليمي ماجد الحديث في هذه الدقيقة. توقف لقطات موجزة لأحداث دقائق 26 الماضية من المباراة. إذن انتهى الوقت اللي طلبه الكابتن اسماعيل عبد القدوس، واستمرارية اللعب مع خيطان باعتبار ان الكرة كانت بحوزته. احمد اسماعيل عبد القدوس، هذا ابن اللاعب المدرب اسماعيل عبد القدوس، احمد مع الكرة، دخول واحتساب، رمي حرة لصالح خيطان. تمرير جانبي، كرة مع عبد العزيز دشتي، بدأ يشد دفاع التضامن، بدأ يشد دفاع التضامن. كرة مع أحمد عبد القدوس لدشتي، الله، تصويبة جميلة وصد أجمل، تصويبة جميلة. والحقيقة جاسم بودستور الدقائق الماضية شوف صاحي مع كل التصويبات، جاسم بودستور يتألق. هذا جاسم بودستور وتألق، 13 التضامن خيطان 12، خطيرة وتصويبة وإعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر للتضامن. في هذه اللحظات يطلب الكابتن ماجد العليمي، ومتبقي دقيقتان على نهاية الشوط الأول، تايم أوت، والكرة في استحواذ فريقه وهذا حقه، ليتحدث مع لعيبته ويجيهم، وفرصة كذلك للكابتن إسماعيل عبد القدوس لتوجيه لعيبته. هذا
بس ما يلعب القدوس وحديث مع لعيبته. يقود المباراة الحكمان أحمد الأحمد وفواز الخطيب. 28 دقيقة متبقي دقيقتان. أنهى ماجد العليمي حديثه مع لعيبته ولقطات. هذا فهد الهاجري كان نجما، أبدأ حتى خروجه بالكرت الأحمر الذي لم نكن نتمنى. كرة مع تضامن، تمرير جانبي، تضامن يحاول ويمرر وإعاقة ورمي حلو خارج 9 متر. خطيرة خطيرة وتصويب ورمي الجزاء، رمي الجزاء ليوسف عاشور. رمي الجزاء صحيحة 100% بالإعادة إفادة. شوف دفع اللاعب، في دفع للاعب على الدائرة وهو بيصوب، هناك دفع من الخلف ورمي الجزاء مستحق حقيقة. فوض يوسف عاشور واصطاد الهدف رقم 14 امام حارس عبد الله البلوشي. اذا الدقيقه الاخيره 14 التضامن 12 خيطان. كره مع جيما صالح للحمادي لدشتي لعبد الله الحمادي خطيره وصوب وسجل من فوق المدافعين. عبد الله الحمادي وهدف، لديه امكانيه لاعب الحمادي، شوف الارتقاء والتصويب واصطياد المرمى. اجمل التضامن. الثواني الاخيره تلفظ انفاسها الاخيره للشوط الاول. الكره مع التضامن، تمريره غير موفقه تعود بهجمه لخيطان. جاسم البركي يندفع يمرر الى موسى الجدي، خطيره خطيره وهدف هدف هدف، هدفين متتاليين والتعادل. اخطا التضامن واصطاده خيطان، التعادل بهذه اللحظات. اعزائي المشاهدين ينتهي الشوط الاول بالتعادل العادل حسب رايي 14 14. لحظات قليلة ونعود للاستوديو التحليلي والزميل الكابتن عبد الله حسين وزملاء المحللين الكابتن صلاح انس والكابتن سالم محمود لتحليل هذا اللقاء من وجهة نظرهم كمحللين، ثم عودة معكم ان شاء الله لتكملة الشوط الثاني. الى اللقاء. مرة ثانية أعزائي المشاهدين نعود معكم الشوط الثاني للقاء نادي خيطان ونادي التضامن. انتهى الشوط الأول 14-14 بالتعادل العادل. وبعد أن استمعنا للاستوديو التحليلي نعود معكم مرة ثانية لاستمرارية الشوط الثاني. رمية البداية واضح أنها ستكون لخيطان، واقف بنص الملعب ومع الكرة وبانتظار صافرة من الحكام أحمد الأحمد وزميله فواز الخطيب لاستمرارية وبداية الشوط الثاني. الشوط الأول سجال بين ناديي الحقيقة، إلى أن انتهى بالنهاية بالتعادل. بعدين كان قبل النهاية بدقيقة التضامن متقدم بفارق هدفين، ثم تعادل خيطان 14-14. نبدأ بنتيجة الشوط الثاني اللي هي نهاية الشوط الأول. أبل عزيز دشتي إلى الجماز، محاولة فردية إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر.
رمية حرة خارج 9 متر لخيطان الحمادي. إلى عزيز دشتي لعبد الله الحمادي. العزيز دشتي كرة غير موفقة، غير موفقة، عكسي المذن، خطيرة خطيرة خطيرة. أوه هدف، هدف سالم المذن، يستلم كرة ذكية يعني بالمسطرة والقلم، يوصلها لجاسم بودستور حارس مرمى ويستلمها بدقة وبكل ثقة ويسجل هدف لوب بمرمى الحارس عبد الله البلوشي. شوف الكرة مبترة ويستلمها، استحوذ طلع لوب بقياسات مضبوطة، كرة معه صالح الجيماز، خطير الجيماز يصوب إعاقة ورمية حرة خارج 9 متر. أحمد إسماعيل الجيماز، الجيماز الحمادي، الحمادي يصوب، تصطدم بدفاع التضامن وتخرج رمية جانبية إلى خيطان. واضح أنه خيطان في بداية الشوط الثاني استعجال بالتصويب دون تمرير كرة لأكثر محاولة فردية من صالح الجيماز، وإعاقة ورمية حرة خارج 9 متر. الحمادي دشتي بيصوب، غير راية، وإعاقة أخرى ورمية حرة خارج 9 متر. أحمد القدوس دشتي الجيماز، كرة من عبد القدوس إلى الجيماز يصوب، وحارس المرمى يتصدى بودستور، وتبدأ هجمة للتضامن. ماني عارف حقيقة في بداية شوط أول دقيقتين خيطان، هناك استعجال، هناك استعجال، هذا بودستور جاسم يتألق الحقيقة في الشوط الأول وببداية الشوط الثاني. هذا صالح الجيماز، يطلب نادي التضامن تغيير الكرة، ومن حقه أي لاعب أو أي فريق يجد أن الكرة فيها حاجة غير سليمة، كانت مبلولة، نزل الهواء اللي فيها، يطلب تغييرها ويتأكد الحكم أنها تحتاج تغيير تتغير. غيرها الكابتن أحمد، حاكم أحمد الأحمد، هذا ماجد العليمي، كان لاعب النادي العربي سابقا ومدربين متميزين، ومسك نادي التضامن بالتدريب لمواسم كثيرة، كان صانع العاب واحد اللاعبين الخلوقين ماجد العليمي. الكرة مع التضامن، عاشور القطامي إلى عبد الله محمد، عبد الله محمد للمذن سالم لعبد العزيز القطامي، تعود مرة أخرى مرة ثانية الكرة مع التضامن، عزيز القطامي، يا سلام يا سلام، كرة جميلة وتصويبها وصد أحلى، خطيرة خطيرة، موسى الجدي، موسى الجدي، وهدف. أضاع التضامن، أضاع التضامن بتصدي عبد الله البلوشي لكرة من اللاعب عبد العزيز دويسان على الدارية اللي يصطادها خيطان، وبهجوم عكسي سريع فاست بريك إلى موسى الجدي، شوف ويصطاد هدف التعادل 15-15. كرة مع خيطان، رمي حرة عليه، كرة مع التضامن، أبو عزيز القطامي إلى زميله عبد الله محمد القطامي لعاشور، تصويب من عاشور وتصدي رائع من عبد الله البلوشي، وخطأ دفاعي من دفاع خيطان، خطا دفاعي، يستلم الكره اللاعب عبد العزيز ويسال يضعها هدف. شوف تصدى عبد الله، تصدى بقوه وعادت الكره الى دويسان وسجل هدف بخطا دفاعي من زملائه. 16 تضامن، 15 خيطان، تصويب ورميه جزاء، رميه جزاء ودقيقتين، رميه جزاء لخيطان ودقيقتان للاعب علي ابو حمد، علي ابو حمد، رمي جزاء سيصوبها صالح الجيماز، وبالمرمى بودستور،
صوب وسجل هدف التعادل 16-16 16-16 تعادل عادل تعادل عادل 16-16 حسب مجريات أحداث هذا اللقاء حتى الآن. حتى الآن كرة مع عاشور بدويسان للقطامي، القطامي واحتساب دخول خاطئ عليه عكسية لخيطان البرك لعبد القدوس للبرك خطيرة ومش معقول لموسى الجدي خطيرة 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 هدف 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 خبرة موسى الجدي أضافت الهدف 17 لخيطان ليتقدم خيطان. شوف كرة غير موفقة لخيطان ولكنها عادت للاعب الذي يعرف كيف يضع الكرة موسى الجدي ووضع الهدف رقم 17 ليتقدم خيطان. هذا ماجد العليمي مدرب نادي التضامن، وبعد أن كان متقدم أصبح خيطان متقدم. كرة مع قطامي وهو هدف 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 لعبد العزيز القطامي هدف لعبد العزيز القطامي من أمام المدافعين. شوف من فوق ثلاث مدافعين على يسار البلوش اللي حاول عزيز القطامي وتألق في هذا اللقاء الحقيقة. حمادي يا عيني عبد الله الحمادي كرة تحرك قبل استلام الكرة ثم استلام وارتقاء وتصويب وتسجيل هدف مستحق. هذا اسماعيل عبد القدوس مدرب نادي خيطان ولاعب المنتخب الوطني وخيطان واحد نجوم اللعبة الكبار بكرة اليد الكويتية. هجمة هذا أحمد عبد القدوس ابن الكابتن اسماعيل عبد القدوس هجمة لي التضامن. خيطان يلعب بطريقة رجل لرجل خطيرة خطيرة وتصويبه غير موفقة غير موفقة. خيطان استثمر طريقة الدفاعية رجل لرجل بنجاح لتبدأ هجمة لخيطان بخطأ هجومي من التضامن. 18 خيطان 17 التضامن. خبرة التضامن وليد البرك المذن سالم مذن خبرة خيطان صالح الجيماز عزيز دشتي الحمادي رمي حرة لخيطان عبد القدوس لا عزيز دشتي جيماز للحمادي خطيرة قير راية ما صوب لدشتي لموسى الجدي والجدي وهدف خلاص سكة الشمال لموسى الجدي تفتح الإشارة الخضراء تفتح الإشارة الخضراء وتسجيل 3 أهداف لموسى الجدي ليفتح خيطان الفارق 19-17. بدلاء خيطان بشار لوشي مساعد المدرب خيطان كان أحد نجوم اللعبة خيطان والمنتخب الوطني كذلك. كرة مع التضامن عاشور تمريرة جانبية إلى عبدالله محمد سالم المذن محمد حكم رفع إيده معناها 6 تمريرات واحتساب لعب سلبي. عكسية لخيطان موسى الجدي وين يا موسى وين موسى موسى في المرمى موسى في المرمى استطاع موسى الجدي أن يفتح الفارق يفتح الفارق. تايم اوت إيقاف المباراة وهي كرة موسى الجدي بطلب من المدرب
ماجد العليمي ليتحدث مع لعيبته باعتبار فتح خطام بفارق 3 أهداف، وأمامنا إسماعيل عبد القدوس مدرب خيطان وحديث مع لعيبته، وهذا ماجد العليمي وحديث مع لعيبته. 9 دقائق من زمن الشوط الثاني فات، والتوجيه وإصلاح الأخطاء من قبل المدربان للاعبتهم بهدوء وبتركيز ودون الصوت العالي، هذا هو المطلوب. يعني المدرب عندما يوجه يجب أن يكون توجيهه هادئ، ويسحب النرفزة من اللاعبين بهدوء ويصلح الأخطاء. أكيد أنه في أخطاء للطرفين، لقطات الأحداث التغاط الماضية من عمر الشوط الثاني. موسى الجدي أمامنا بالصورة، و4 أهداف متتالية يريح فيها نادي خيطان في أول 10 دقائق الشوط الثاني. كرة مع التضامن اللي هدى ونشط خيطان، المذن للقطامي للدائرة، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. إعاقة أخرى ورمي حرة، هذا عبد القدوس أحمد، ومن الكرة مع القطامي العزيز إلى عاشور إلى المذن اللي يلعب بالخط الخلفي الآن سالم. تصويب كرة قوية تعود من دفاع خيطان إلى التضامن مرة أخرى، تصويب كرة سريعة وتصدي من عبد الله البلوشي لتعود هجمة عكسية لخيطان، وهدف هدف كرة من عبد الله البلوشي، كرة من عبد الله البلوشي إلى زميله اللاعب المتقدم سالم البلوشي ليصطاد سالم البلوشي الهدف رقم 21. 21 خيطان، التضامن 17، فارق 4 أهداف. الخط البياني يتجه الآن باتجاه نادي خيطان بصورة منتظمة. تضامن يحاول تغيير على الدائرة، إعاقة ورمي حرة، هل سي كرة جميلة، موسى الجدي وهدف، تمريرة ذكية من صالح الجيمازي إلى زميله موسى الجدي لينفرد بأخطاء استعجال وعدم تركيز. شوف صالح الجيمازي مر لموسى الجدي والجدي يضعها بالمرمى. 22 5 أهداف متتالية لموسى الجدي يريح خيطان 22 التضامن 17 دقيقة 11 الشوط الثاني. يعني واضح انه خيطان لبس ثوب غير ثوب الشوط الاول، يؤدي بتركيز وبمهارة عكس الشوط الاول. وان كنا عاتبناه في الدقائق الاولى من الشوط الثاني. كرة للدائرة، تصويب وهدف، كرة جميلة يوسف عاشور، أنشط لاعبي التضامن هو وزميله عبد العزيز القطامي، وشوف من أمام المدافعين، وكرة مفاجأة لعبد الله البلوش. 6-0 يلعب مدافع عن التضامن، 3-3 متغيرة إلى 5-1 دفاعية التضامن، 3-3 بالهجوم يلعب خيطان بقيادة صالح الجيماز. الجيماز الحماد صوب، جاسم بودستور يتصدى وهجمة عكسية إلى التضامن. البورك يحاول، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر، هذا اسمه يلعب قدوس مدرب خيطان ولاعب الدائرة المتميز. أجيال مرت على دائرة كرة اليد الكويتية
أشجار كثيرة وأبدعت. فواز الخطيب حكم هذا اللقاء وزميل أحمد الأحمد وإدارة هادئة للقاء هادئ خيطان التضامن عكسية الجدي وتضيع منه. ضاعت المرة هذه من موسى. ما علي يا موسى، خمس كرات واحدة تضيع شيء عادي، وإن كان زعلان عليها. كرة مع التضامن خطيرة، تصويب وعبد الله بلوش يتصدى. وموسى وين يا موسى وين؟ وين يا موسى وين؟ بالمرمى خلاص، واحدة ما تصيب والباقي لا تصيب. أصاب موسى جدي الهدف رقم 23، هذا عبد الله البلوشي. شوف عبد العزيز دشتي لموسى الجدي، كرة قبلها ضاعت، ما ضاعت لا، ما استحوذ عليها، طالت عليه المرة هذه لا، صمم واستحوذ على الكرة وسجل هدف جميل. 23 خيطان 18 تضامن، دقيقة 14 الكرة مع التضامن. القطامي يصوب والبلوشي يتصدى وإعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر إلى التضامن. الدوري يتصدر كاظمة، يلي الكويت، يلي السالمية، ثم العربي، ثم برقان. والأندية تتنافس على خمس مقاعد، الخمسة الكبار. هذا فواز خطيب حكم اللقاء، تصويبة قوية من القطامي والعارضة ترفض دخول كرة القطامي. ستتنافس كل الأندية على خمس مقاعد، الخمسة الأوائل سيلعبون على الدوري العام لهذا الموسم. هذا عبد الله البلوشي ابن الكابتن الكبير والمخضرم حارس المرمى الدولي عبد الرزاق البلوشي. من منا لا يعرف عبد الرزاق البلوشي الذي كان له الدور الكبير والكبير جدا في إنجازات كرة اليد الكويتية. هذا ابنه، اتمنى له التوفيق إن شاء الله. كرة مع خيطان الجدي، النشط للجماز للحمادي، خطيرة والحمادي في المرمى وهدف. الحمادي في المرمى وهدف. هذا أبو دستور يحاول حقيقة ويؤدي دوره، إنما هناك لعبات طبعا تكون فيها جماعية وفيها تكتيك جماعي مرسوم لخيطان وفيها أخطاء دفاعية من زملاء. 24 خيطان 18 التضامن. الشوط الأول انتهى 14-14. خيطان فتح الشوط الثاني، تناصفنا 16 دقيقة الشوط الثاني، باقي 14 دقيقة والتضامن يهاجم الآن. هل يصعد التضامن ليعود في المباراة لم يستكمل خيطان هذا التفوق؟ الكرة مع القطامي عبد العزيز، الدائرة جميلة. أوه يا عبد الله يا البلوشي ذكرنا بأيام الوالد الجميلة، ذكرنا بأيام عبد الرزاق البلوشي. كسب أربع خطوات خاطئة على التضامن، عكسية للجدي موسى الجدي، ورمي الجزاء، رمي الجزاء ودقيقتين، رمي الجزاء ودقيقتين. يقول ما سويت شيء، لا والله أنا أقول سويت. راح نشوفها بالبطيء، راح نشوفها. انفرد، دزيته، دعمته، غيرت اتجاهه. يعني لاعب غازي صيري، إعاقة متعمدة ورمية جزاء صحيحة يا قاضي، ودقيقتين في محلهم صحيح. كرة ذكية لصالح الجماز. سجل فيها الهدف رقم 25. إذن التضامن ناقص لاعب اللي هو قاضي فيصل صيري، وخطان على بطريقة رجل لرجل. ستربك التضامن عزيز، إعاقة ورمي حرة للقطامي.
خارج التسعة متر، قدم شوط أول جميل تضامن، الشوط الثاني أداء أداء وبدأ يستعجل بكرات غير مركزة، تمريرة عبد القدوس إلى موسى جيلي وهدف، تمريرة إلى أحمد عبد القدوس وبذكاء يمررها إلى زميله الأفضل مكانا موسى الجيدي ليضعها شوف داخل المرمى، داخل المرمى. ايوه ايوه لك حق لك حق، ماشيه معاك عسل يا موسى. موسى الجيدي ماشيه ما شاء الله ما شاء الله ماشيه. الشوط الثاني انشط اللاعبين، انشط اللاعبين وغير مجرى الاهداف موسى الجيدي، طبعا بالتعاون مع زملائه. كرة من عبد القدوس لموسى، وموسى وهدف خلاص موسى لغى الهدف، لغى الهدف لأنه نزل، حكم يقول نزل موسى لذلك ألغي الهدف، نزل ثم صور لذلك ألغي الهدف الماضي. شاهد بالبطيء صافرة من الحكم أحمد لحمد، هجوم للتضامن، تمرير جانبي للخط الخلفي، اكتمل التضامن، القطامي حاول التصويب وهدف، هدف جميل للاعب صالح عبد العزيز اللي نزل امامنا، صالح عبد العزيز من امام المدافعين اصطاد هدف يحمل رقم 19، شوف من امام المدافعين وهدف للتضامن. شوفها شكرا لمخرجنا، نزل نزل شوف نازل، كرة طلعت، الحكم اقرب الحكم اقرب. شكرا لمخرجنا في الاعادة، من الخلف ما بانت معانا ولا نقدر، لكن صافرة الحكم تحدد مصير كل القرارات، هو الحكم هو المسؤول. هجمة لخيطان عبد العزيز دشتي، يا عيني عليك يا عيني عليك، كرة كرباجية أرضية مفاجأة لدفاع التضامن وبمرمى بدا السور والهدف رقم 27. خيطان شكلي ثاني الشوط الثاني، خيطان شكلي ثاني في الشوط الثاني، والكرة مع التضامن. الشوط الأول 14-14، الشوط الثاني الآن احنا في دقيقة 20-27-19، فارق 8 أهداف. يعني الحكاية التضامن صام ووقف، وخيطان فطر وأكل وجبة دسمة الشوط الثاني بأهدافه، كرة جميلة وهدف جميل للتضامن للاعب عبد العزيز وسان. شوف عبد العزيز صوب وسجل هدف للتضامن. 27-20، تبقي 9 دقائق أو أقل بثواني. خيطان يهاجم، دشتي عبد العزيز يحاول إعاقة من دويسان ورمي حرة خارج التسعة متر، أحمد عبد القدوس إلى جماس صالح لموسى الجدي للحمادي عبد الله لدشتي، إعاقة ورمي حرة خارج التسعة متر. اللقاء الأول هذا المساء كان جمع بين الجراء والكويت، واستطاع نادي الكويت أن يفوز بفارق كبير على منافسه الجهراء بفارق الخبرة طبعا والاستعداد. الكرة مع خيطان، تمرير الجدي لعبد القدوس، عبد القدوس ولفة حاول انه فيه إعاقة، تصويبة غير موفقة، تعود من حائط البشر للتضامن وتبدأ هجمة للتضامن، هجوم سريع للتضامن والمذن وهد سالم المذن، الحقيقة لاعب متألق عنده مهارة جميلة، سالم المذن من اللاعبين المتميزين، عندما يجد الفرصة يعرف كيف يستغلها. شوفها سالم المذن وهدف تضامن 21،
في هذه اللحظات يطلب الكابتن اسماعيل عبد القدوس تايم اوت ليتحدث مع لعيبته ايقاف المباراه دقيقه، وفرصه للكابتن ماجد العليمي للحديث مع لعيبته. امامنا اسماعيل عبد القدوس وهذا ماجد العليمي، وحديث عن المباراه وغطات لاحداث الدقائق الماضيه. باقي 7 دقائق ونص تقريبا على نهايه هذا اللقاء. زعلان الكابتن ماجد العليمي الحقيقه، شوط اول كان رائع في التضامن بل ومتقدم في اغلب اوقاته، الشوط الثاني ظهر بشكل يعني مختلف تماما عن الشوط الاول، وكان التقدم والافضليه لاصحاب الفنيله الحمراء. حيطان رميه حره، رميه حره، استمراريه اللعب بعد التايمات اللي طلبها الكابتن اسماعيل عبد القدوس، وسيبدا التضامن الظاهر بطريقه رجل لرجل دفاعيه، كل لاعب مع لاعب، وهي طريقه يعني صعبه لايقاع لاعبي خيطان للاخطاء. الحمادي ممكن ينجح فيها ممكن لا ينجح، تحتاج الى مجهود، سنراقب ونتابع. كره مع دشتي الى البلوشي سالم، صوب سالم وتصدى جاسم بودستور بتصويبه، البرك عكسيه لعبد القدوس، تصويب ورميه جزاء، رميه جزاء لاحمد عبد القدوس. هناك دف من لاعب تضامن وخطا من وليد البرك بتمريره غير موفقه. شوف في دفع لاختلال توازن احمد عبد القدوس الجيماز، صوب ما مشت المره هذه معاك يا صالح، وتبدا هجمه الى التضامن. وليد البرك الى سالم المذن، خروج المذن وعلي جاسم، ونزول اللاعب صالح عبد العزيز، وعبد العزيز القطامي هجوميا، صالح عبد العزيز القطامي لصالح، رمي حرة للتضامن، تصويب غير موفق، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. هذا عبد القدوس كرة مع القطامي إلى صالح عبد العزيز، القطامي إعاقة أخرى ورمي حرة خارج 9 متر، محاولة فردية، المذن يطالب برمية حرة، موسى الجدي وهدف، هدف لموسى الجدي، هدف لموسى الجدي، برافو يا موسى الجدي، والله نجم الشوط الثاني، نجم خيطان ونجم الشوط الثاني هذا اللاعب. شوف يا عيني على هذه اللعبة، عيني خلفية، خلفية بمهارة رائعة، حطها مرتين وثلاث، يستاهل يستاهل، قلب النتيجة رأسا على عقب موسى الجدي، وغير كل الحسابات ليرفع رصيد خيطان 28 التضامن 21 بعد أن انتهى الشوط الأول 14-14 بتعادل عادل. إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر، هذا صالح الجيماز، تصويبة قوية من عبد العزيز طامي، وتصدي رائع من عبد الله البلوشي، عبد الله عبد الرزاق البلوشي، هجمة هادية لخيطان. احنا في الدقيقة 26 متبقي 4 دقائق، وخيطان متقدم
بفارق 7 أهداف، فارق كبير، فارق كبير. كرة مع خيطان على الدائرة، إعاقة ورمي حرة خارج 9 متر. نزل يوسف البلوشي الآن رقم 7، الحمادي ليوسف البلوشي للجماز، تمرير جانبي للحمادي عبدالله، تصويبة قوية وخلاص، سكة سالكة، السكة سالكة. في دقيقتين، في دقيقتين شوف لأحمد عبد القدوس. أحمد عبد القدوس أمامنا بالصورة، أخذ دقيقتين إيقاف مؤقت، دقيقة 27. كرة مع التضامن المتكامل، بصيري يا عيني، كرة جميلة، كرة جميلة ليل بصيري، قاضي فيصل، وهدف جميل للتضامن. نزول لاعب سعود العتيبي، سعود العتيبي اللي مع الكرة الآن، هذه الكرة بالبطيء، تسعة وعشرين خيطان، 22 التضامن، رمي حرة خارج 9 متر إلى خيطان، كرة مع خيطان، جيماز إلى البلوشي، محاولة تصويب للبلوشي، خاطئة عكسية إلى التضامن، سالم مذن إلى البرك، البرك إلى المرمى، وعبد الله البلوشي يتصدى، وتبدأ هجمة لخيطان، حمادي لموسى الجدي، والجدي يصوب، مرة هذه جاسم بودستور يتصدى، عكسية إلى سالم، خطيرة خطيرة خطيرة، خلاص سالم المذن استلم، لاعب خبرة ولاعب متمكن ومتميز، 29 خيطان، 23 التضامن، إذن الأمور أصبحت منتهية بهذه النتيجة. الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة، 29 خيطان، 23 تضامن، كرة مع خيطان لبلوشي، تصويب وتسجيل هدف جميل، يوسف البلوشي وهدف جميل من أمام المدافعين. غدا إن شاء الله ستكون هناك مباراتان، الأولى بين برقان والقرين، هدف آخر، غدا ستكون مباراتان، الأولى بين العربي والساحل والثانية بين النصر والفاعيل. انتهى أعزائي المشاهدين اللقاء الآن قبل أن تنطلق صافرة النهاية، باعتبار تم تصافح اللاعبين وحسمت النتيجة. خيطان 30، التضامن 24، بمثل ما ابتدى اللقاء أعزائي المشاهدين انتهى اللقاء بهذه الروح الطيبة الجميلة الراقية المعروف عنها بكرة اليد الكويتية. مبروك لخيطان وحظ أوفر للتضامن، لحظات قليلة، ونعد للسج التحليلي وزميل كابتن عبد الله حسين وزملاء المحللين سالم محمود وصلاح أنس لتحليل هذا اللقاء. إلى أن نلقاكم في لقاءات أخرى، لكم مني تحية، جاسم لذياب.